جمهور راجا ما عنده حتى علاقه بديك الواقعه اللي وقعات. كلشي باغي يخسر جمهور ديال راجا. جمهور ديال راجا جمهور حضاري، جمهور واعر، ما عنده حتى علاقه مع ديك الواقعه اللي وقعات ديال الجيش. اصلا هما باغين يوسخوا الصوره ديال راجا، والراجا ديما غتبقى في القلب، وعمر راجا ما غاش عايد من القلب. هما بغاو يسبوه في جمهور ديال راجا، جمهور ديال راجا ما يديرش هادشي، وحنا كاملين خوت. كوره الا كانت غتكون بحقكم ما بغيناش كوره، حنا ما بغيناش كوره. داكشي اللي وقع كيفاش وقع وسميتو الله اعلم، ما غادي يمكنش لك لا انت ولا انا نتهمو حتى شي واحد، فهمتي؟ وباش غادي وحدين اخرين يقولوا بان الجمهور ديال الرجاء، الجمهور ديال الرجاء كان بعيد وكان عيان بالماتش. الجمهور ديال الرجاء كان نهار اثنين كيحتفل بواحد الناس خاصهم يحتفلوا، خاصهم اللي يحتفل بهم، فهمتي؟ واللي يساندهم واللي يدعمهم، هادشي اللي كاين. اما جمهور الرجاء باش سميتو والله اعلم، هادشي اللي نقدر نقول لك. اول حاجه انا مشجع فريق الرجاء البيضاوي، وكنعزيو جمهور الجيش الملكي في وفاه مشجع ديالهم، وفريق الرجاء البيضاوي الجمهور ديالها بعيد كل بعد الحدث اللي وقعت مؤخرا. سمعت بعض الجماهير كيقولوا بان الجمهور ديال الرجاء هو اللي كان سبب في هذا الشيء. الجمهور ديال الرجاء بعيد كل بعد على هذا الشيء. حنا لعبنا نهار اثنين، سالت المقابله، كل شيء مشى لدارو بخير وعلى خير. نهار ثلاثة كنسمعوا وقع شغب بين الجمهور ديال الوداد والجيش الملكي. الجمهور ديال الرجاء بعيد كل البعد، بعيد كل البعد على هذا الشيء. والجمهور ديال الرجاء راه كيعرف غير فريق واحد، هو فريق الرجاء البيضاوي، وكيشجع الفريق ديالو في السراء والضراء. وكنتمناو هذا الشغب، هذا الشيء اللي وقع، ما يتكررش مره اخرى ان شاء الله. بالنسبه للواقع ديال الواقعة ديال الهراوين اللي توفى فيها السيد ديال جمهور الجيش الملكي، حنا ما كنتحملوش مسؤولية، حيت حنا لعبنا الماتش ديالنا نهار اثنين سالينا، الحمد لله خرجنا بخير. واخويا راه الجمهور اللي كان في هذاك الماتش راه هو اللي كيتحمل المسؤولية، ولا الناس ديال تما ديال ديك المنطقة هما اللي كيتحملوا المسؤولية. كنتمناو هادشي ديال الشغب يحيد من المغرب. الحمد لله راه الجمهور ديال الرجاء راه بخير، كاع ما فيهاش الشغب وهادشي.